عايزة اتكلم على the healing journey او رحلة التشافي او الشفاء او التحول لحاجة افضل، بلاش نسميها تشافي بس هي ال clearing and healing journey. والناس لما بتبدأ بتحسب اوقات ان الموضوع هيكون يعني ايه، 5 جلسات 6 جلسات، خدت كورس، كفاية، طب ايه الحكاية؟ بس هي الحقيقة رحلة، ورحلة مستمرة مش كلها بنفس الصعوبات. يعني في الاول بيبقى عندنا حاجات كتيره قوي قوي قوي، فبنحتاج شغل كتير قوي، ممكن نروح لكوتش، ممكن نروح ل تنويم مغناطيسي هيبنوسيس، ممكن نروح اي اف تي، ممكن نروح حاجه تانية كونستليشن، ممكن حاجات كتير، نقرا، نسمع لناس كتيره زي ابراهيم الفقي وغيره، حاجات في البرمجه اللغويه، ابتدي افهم نفسي، استعمل جورنالينج. المساحة واسعة، الساحة مليانة حاجات وطرق كتيرة، بس لازم أبدأ. وأهم حاجة اللي هو أفهم نفسي، self discovery، أبتدي أفهم أنا إيه اللي جوايا، إيه الحاجات اللي بتعمل لي trigger، إيه ضرايري، إيه المواضيع اللي بقالها بتتكرر في حياتي، نفس المشكلة نفس، يعني كل ما تخطب تبوظ، كل ما أدخل في مشروع يحصل مشكلة، كل ما أروح شركة يحصل في خازوق، حد يضايقني، كل ما أعمل حاجة أو نفس الباترن في البيت، بحس ان انا بلف في نفس الدايره نفس الدايره، كاني فار في دايره كده ومش عارفه اطلع منها. دي بتخليني افكر في لازم اقف، ليه انا في الدايره دي؟ في ايه عندي انا مش عند الناس التانيه؟ في ايه عندي انا بخلي الدايره دي تستمر؟ وابتدي اشتغل على المشكله دي. فدي من الحاجات اللي هحطها عندي بقى ايموشنز معينه، عندي على طول غضب، عندي على طول حزن، عندي على طول غل، عندي على طول غيره، عندي على طول احساس بالقله، عندي احساس بالاحساس ان انا مش كفايه، اي احساس بقى عندي انا هكتشفها في نفسي، ابتدي اكتبها على جنب. ليه؟ عشان لما اروح لحد ابقى عارفه انا عايزه اعمل ايه. يعني انا بروح بمشكله، هقول لحد بتاع الاي اف تي او كوتش انا عندي مشكله احساس دايما ان انا اقل من اللي حواليا، او احساس دايما ان انا ما عنديش ثقه بنفسي، او احساس ان انا ابسط الاشياء بتخليني زي المجنون بزعق، او ابسط الاشياء بتجنني فعلا ببقى طلعت بره وعيي، فانا عندي مشكله وعايزه احلها. اوكي بليز، اللي هنا احب ابي اعرف مين معانا، ازيك يا دعاء؟ فانيوي، فهي دي الحكايه، دي بدايه الهيلينج جيرني، ان انا سيلف ديسكفري وابقى طبعا امين وصادق مع نفسي واقول الحقيقه. كتير قوي ما بنبقاش عايزين نشوف الحقيقه برضو، بس لما لو اشتغلنا مع كوتش بيبتدي باسئلته بطريقته كده بيطلع. ولو ابتدينا الرحله، يعني نفترض رحنا الاي اف تي، فانا رايحه الغضب، سبحان الله بيبتدي اشوف ايه اللي تحت الغضب، ايه اللي حوالين الغضب، ايه الزراير، ليه عندي ده؟ وممكن تكون الغضب مش متصل بعدم ثقتي بنفسي، متصل بعدم حبي لنفسي، مشاكل كتيرة جدا. فكل ده الكوتش هيكون متدرب ان هو يلقطه ويشتغل معاك عليه. فعشان كده لازم نبدأ برضو بمساعدة حد. انا قلت ان في طرق كتيرة تقدر تساعد، بس ما هو انا بس ابقى عارف شوية انا رايح فين الطريق كده، بس انا ممكن استعمل حاجات تانية. اوكي، فطبعا انا عشان الاي اف تي، لا انا عارفه الاي اف تي هايل لان سريع جدا، بيوري العقل الواعي، بيقوم موريني صوره، موريني موقف، موريني حدث، واشوف اه هو ده اللي خلاني ما عنديش ثقه في نفسي، من يوميها انا مهزوز واشتغل عليه. فانا الكوتش لو شاطر وفاهم بيعمل ايه هيعرف يساعدك بسرعه تلاقي الحاجه وتشتغل عليها. اوكي، طبعا كمان عندنا في الهيلينج جيرني دي بالنسبه للاي اف تي اللي هي بيرسونال بيس بروجرام، اللي هو رحله او برنامج التسامح او التصالح مع النفس. ازاي الواحد يوصل لتسامح مع نفسه وتصالح مع نفسه، بيرسونال بيس، يرتاح يرتاح هنا. فده برضو الكراسه دي لو احنا شغالين بيها هنقدر نكتب ايه اللي مشكلتنا، ايه اللي حاصل في حياتنا، وحته حته هنشتغل مع نفسنا او مع الكوتش اللي هيعرفنا نعمل ايه. الهيلينج جورني بقى ما بتحصلش في يوم ولا ليله، لانه احنا خدنا 30 40 سنه ندخل في قصص وثبتناهم في عقلنا وعملنا لهم خلايا عصبيه كتيره، وبقت فعلا ديناميكيات او باترنز كمان جوانا. فانا لما يقولي صباح الخير اقول صباح الفل مثلا، انا لما يمدوا ايدهم يسلموا انا مد. اوكي، انا عايزه بقى اعيد تعليم، دول حلوين لكن في حاجات وحشه بقى، انا بيقول صباح الخير كمان بتقول صباح الخير هزعق، فده عايزه اشيله. فاحنا هنشوف ايه الحاجات اللي اتغرزت اتحفرت بقت بروجرامد، بقت مبرمجه جوانا، نيورو لينجويستيك بروجرام، بقت مبرمجه. وشغله الكوتش انه يفك البرمجه دي، شغله الاي اف تي براكتيشنر او ممارس يفك البرمجه دي، يفكها بالتقنيه.
عشان طبعا بالكلام مش هتتفك بسهوله، لان كلنا انا نفسي ابطل عصبيتي، وبعدين ما بتبطلش، لانه صعب جدا ان انت تقول العقل الواعي يعمل ده. العقل الواعي ايوه عارف عايز يبطل عصبيتك، خليتك اترفدت مرتين واتطلقت كمان، نو مش ده اللي هينفعك. اللي هينفعك ان لازم تدخل على البرنامج المكتوب في العقل اللاواعي عشان يشيل ليه انت عصبي، وهتبقى كتير قوي، هتبقى سربرايز او تفاجأ، يا نهار ابيض هو ده اللي مخليني عصبي من زمان، هو ده من وانت طفل حصل حاجة، انت طفل حصل حاجة وانت قررت ان دي الطريقة اللي تاخد حقك، او دي الطريقة اللي تتسمع فبتزعق او بتعمل حاجة زي كده. فهي دي القصة، رحلة الشفاء التشافي هي رحلة لتحسين ذات، رحلة لتحسين ذات لمين؟ لنفسنا، مش عشان جوزي ولا ابني ولا مامتي ولا اخويا ولا مديري، لا هي اساسا لنفسنا، احنا اللي عايزين نرتاح. رحلة التصالح مع النفس عشان نفسنا، احنا اللي عايزين نرتاح. فشوية شوية هنشتغل على نفسنا، تاخد بقى سنة، تاخد سنتين، تاخد 7، تاخد 10، اتس اوكي. بس اللي هقوله لكم عمال ما نوصل ل 8 او 10، لا مش هيكون الشغل كتير كده، ويمكن يكون حاجات تانية اعمق بقى، لكن مؤكد اول فترة هي اللي هيكون فيها حاجات كتيرة قوي قوي قوي. ولو اشتغلنا زي ما بنقول بالانجلش diligently، يعني بجدية وبحرفية، وخدنا الموضوع جد وبنية، بنية ان انا فعلا رايح للشخص ده عشان يساعدني، او بشتغل على نفسي عشان اساعد نفسي، وبعمل كل اللي في ايدي، يعني بسيب الفيلم واسمع ابراهيم الفقي، بسيب النتفليكس واسمع ميرات السكري، يعني بعمل كل اللي عليا، بضحي بدل ما اصرف على ده، انا هروح ادفع لكوتش المبلغ ده. انا بكلم جد، لان انت كده حاطط نية جدية ان انت عايز تغير، لكن مش يعني مش when it's convenient، مش لما تعدي وتنفع نبقى نسمع لهم. طيب لو جت كده سيشن وانا قادر اروح ومعايا مبلغ هبعتها لهم، لا ده انت عايز تحجز جديه جدا. يعني احنا مثلا عندنا سؤال قبل ما ناخد حد في السيشنز، بنقول ايه من 1 ل 10 ايه جديتك في التغيير؟ عشان لو هو قال لي 5 او 4 و3 انا ممكن ما اقبلش السيشن دي، هنيجي نتدلع. طب احنا عندنا 100 حد مش عايز يتدلع، عندنا 100 حد جديا جاي بيكتب انا عايز اغير نفسي النهارده، 10 انا عايز اخد الشخص ده، واي كوتش هيبقى عايز ياخد الشخص ده، لان الشخص ده هيعمل كل اللي عليه ونيته صادقه انه يغير، مش جاي عشان مراته قالت له والنبي روح، مش جاي عشان يقول انا جربت وما نفعش. راحت الشفاء بتنفع بكل الطرق، هتنفع. انا مش هقول بس يافتي، لا روح لكوتش، روح لهيبنوسيس، روح لكونستليشن، روح لمع نفسك، روح اسمع فيديوهات لناس كتيره متقال اجانب او مصريين، اعمل الحاجه بجديه وبصدق. اوكي معلش بتكلم جامد ليه؟ لانه حقيقي حقيقي ناس كتير، طب وانا هقعد اعمل ده، وهو انا خدت 3 سيشن زمان مع واحده كده بس الحقيقه مفيش حاجه اتغيرت. لا هو اكيد في حاجه اتغيرت ان شاء الله لو الشخص ده كان شاطر، بس يمكن انت الحاجات كتيره جدا فانت مش واخد بالك ان في حاجه اتغيرت. فانا اوقات بقوم سأله، طب انت رحت بالظبط عشان ايه؟ طب والحته دي لسه عامله؟ ويقولوا لا الحته دي بصراحه ظبطت. طيب يبقى عملت فايده الشخصيه دي، يبقى الكوتش ده عمل فايده ايا كان هو. فلازم كمان نبقى اوير ان في فرق هيحصل، ونبقى واعيين ايه الفرق. ودايما بطالب الكوتشز بتوعي والطلبه بتوعي ان يساعدوا الشخص يشوف ايه التغيير اللي حصل، ايه التغيير اللي حصل. اوكي فنرجع نقول، هي مش هتكون من سيشن واحده، هي مش بالضروره من 6 شهور شغل، هي مش بالضروره من سنه، هي مش بالضروره من 3 سنين. الناس تقول لك اشتغلت نفس 3 سنين، اوكي الحمد لله واكيد شلت حاجات كتير، بس لسه في شويه حاجات. طالما لسه في اوض مش نظيفه يبقى لازم هننضفها، مفيش كلام. انا ما اقدرش اقول لك تنضف ساعه ولا ساعتين بيتك، اقدر اقول ادخل اوضه اوضه نضفها، تاخد منك نص ساعه، تاخد منك 4 ساعات، تاخد منك 3 ايام، ده الوضع بتاعك، ده بيتك فمحتاج تنضفه. فاحنا بيتنا ده او بيتنا ده مش عارفه يعني اللي متحوش هنا ده، كراكيب 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 لازم تتشال، لازم تتشال. اوكي انا هشوف لو في سؤال او كومنت. بليز اهلا كاثرين، اهلا هناء، لو في حد عنده كومنت اشوف لو في حد تاني بس عشان كتب زي كده دعاء. اوكي فلو في سؤال او في كومنت او عايزين تسالوني حاجه عن ازاي الواحد يحط نفسه على رحله الشفاء، رحله التحول، الرحله الى الانر بيس او السلام الداخلي، الرحله لحياه افضل. بس هي كل القصه كده، احنا كلنا بندور على حياه افضل، كلنا عايزين سعادة. أنا يعني سعادة دي كلمة كبيرة، فأنا بطلت أستعملها كتير في أول فيديوهاتي، كنت بستعملها على طول، لأن الناس سعادة
انا حصل لي سعاده. سعاده ايه؟ احنا في كارب شديد. اوكي بلاش سعاده، افضل يعني حته حته افضل، ان شاء الله نوصل للسعاده. نصحى الصبح الف حمد وشكر انا حيه يا الله، الف حمد وشكر ان انت لسه بخير مقرر ان تخليني على الارض. دي سعاده، الف حمد وشكر عندي اكل، الف حمد، دي سعاده، فان شاء الله نوصل لها. طيب انا هستنى كده اشوف لو حد. ميرسي يا كاثرين بجد، ربنا يخليكي. يعني كلام الحلو بجد بيبقى حلو لأي حد، وثانك يو بتقولي انتي جميلة، انتي كمان جميلة، كونك هنا انتي جميلة، كل اللي هنا جمال، كل اللي على الصفحة بتاعتي جمال. قولولي بقى لو في سؤال او كومنت على اللي انا بقوله، عشان ازاي نوصل للحياة الافضل دي، طريق الى الحياة الافضل، هي ده كل هدفي، حياة افضل، ازاي الناس ترتاح شوية اكتر. اوكي دعاء بتقول ازاي، ايه اللي يساعدني الالتزام على موضوع اني اشتغل على نفسي؟ انك تشوفي فرق، انك تبقي عارفه ان ده الحل. وتالت حاجه، يا ريت عندك حاجه اسمها accountability coach، حد معاكي او فريند، مش لازم كوتش، حد معاكي يراجع معاكي انت خدتي السيشن الاسبوع ده، او عملتي على نفسك حاجه الاسبوع ده، او قريتي حاجه تفيدك الاسبوع ده، او اتفرجتي على حاجه تفيدك تعمل لك. ما هو اما نملي العقل ده حاجات هتفيدنا، لا اما نملي كلام فاضي وكلام فارغ. مفيش مشكلة كل فترة اتفرج على كلام فاضي وكلام فارغ، بيعمل لي ترفيه وكده بيريح العقل، بس انا عايزة اغذيه كويس. يعني هغذي جسمي ايه؟ عايزين نغذيه حاجات كويسة فيها فيتامينات وحاجات مفيدة. نفس القصة، بنغذي عقلنا ايه؟ فدي اول حاجة. فالاكاونتبيليتي يا دعاء، وده للكل مهم جدا، حد معاك يكون بيحب ده وبس. كل المطلوب بينكم ان انت كل يوم او كل اسبوع حسب انتوا هتتفقوا، ان حد يبعت للتاني انا عملت اللي عليا الاسبوع ده. احساسك ان انت عليكي تكتبي دي ومش عايزه تقولي ما عملتش، هتعمليها ان شاء الله ساعه قبل الميعاد. يعني لو مثلا احنا متفقين السبت الساعه 7، انا هبعت لك اقول لك ان انا عملت الواجب الاسبوع ده، صدقيني الساعه 6 هتقومي تعمليه. ومش انا بس اللي بتقول كده، اي حد بيشتغل بالاكاونتبيليتي بيقول كنا بنجري عشان عايزين نبعت للكوتش بتاعنا، أو عايزين نبعت لصاحبتنا اللي عملته، مش عايزين نقول، مش عايزين نفشل. فاحسن طريقه ان تلاقي حد شبهك، حد ماشي على الطريق. يعني انت بتعملي اي اف تي، هي بتعمل حاجه تانية، مش مشكله. هي انت بتعملي اي اف تي وحد تاني بيقرا كتب، طول النهار بيقرا في كتب سيلف ديفلوب، مش مشكله. هو قال لك الاسبوع ده هقرا 30 صفحه من كتاب اكس، انت قلتي له انا هعمل 4 سيشنز الاسبوع ده على نفسي، يبقى انتوا هتلتزموا مع بعض في ده. الاسبوع الجاي حاجه تانية، انت تقولي له انا هحضر كورس كذا، هو يقول لك انا هروح اتفرج على فيلم ذا ماتريكس، عايز اشوفه تاني لانه شكله كده له معنى اكبر ما تخيلت. اوكي انت عليك تشوف الماتريكس، انا علي اعمل 4 سيشن ونكتب لبعض. الطريقه دي من احسن الطرق ان انا التزم. البني ادمين صعب عليهم يلتزموا بصراحه، وعشان كده في الشغل في عقاب وثواب، ويقسموا لو ما جيتيش، في اي حاجه في الدنيا كان فيها لازم الالتزام. في المدرسه بيزعقوا لنا لو ما جيناش، او بيخصموا مننا فلوس في الشغل. هو احنا محتاجين حد يعمل لنا الالتزام. السلف نلتزم بنفسنا بتاخد جهد كتير قوي، البرومس لنفسنا ان احنا نعمله بياخد جهد كتير قوي. ما احناش يعني كتير، في ناس مثلا محترمه جدا مع اي حد بيقعدوا اي حاجه، منهم انا، اي حد بيقعدوا حاجه لازم يعملوها، يجوا بقى الحاجه الخاصه بيهم ما بيعملوهاش. فمحتاجين يكونوا واعدين حد، حد بيحترموه، حد بيحبوه، حد مش هيطنش اللي هو لا انا عملت، انا عملت الاسبوع ده. اوكي فدي اسمها المتابعه، accountability. طيب في اي كومنت تاني او سؤال على ازاي، واي حاجه لها دعوه برحلة التشافي أو رحلة الحياة الأفضل؟ أوكي لو ما فيش كومنت، أنا بس طالبة منكم اللي هنا واللي هيتفرج على ده بعد شوية واللي هيتفرج على ده على اليوتيوب، بليز 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 شير ذس فيديو معاهم، بليز ساعدوا الناس تبدأ، تبدأ بس. والبداية ممكن تكون سهلة جدا. النت دلوقتي ما شاء الله فيها كمية حاجات رهيبة، ساعدوهم لو انتوا اشطر شويه بكم اسم حد شاطر، ابعتوا لهم يبتدوا يتفرجوا على حاجات ويبتدوا بالراحه يعملوا حاجات، يمكن يدخلوا كورس بسيط الاول لحاجه كام ساعه بعدين كذا كذا. ساعدوهم جايد ذم، عشان عايزين ناس اكتر واكتر واكتر مرتاحه. ما تخيلوا لو انت قاعده في مجتمع 40% 30% 50% منهم مرتاحين اكتر مع نفسهم، بيشتغلوا على نفسهم،
مش هيكون في الحاجات الغريبة اللي بتحصل ما بين الناس، الزعيق والزعل وقلة الذوق وحتى كل التصرفات دي، لا هتمشي. ولو حصلت هتلاقي التسامح عالي جدا، فالدنيا هتتغير، دنيتك انت هتتغير. على الاقل ساعدتي الجروب بتاع اصحابك واصحاب اصحابك، دنيتك انت على الاقل هيكون الناس دي سوية اكتر. بس فدي احسن طريق ان الواحد يبقى الناس اللي حواليه مرتاح معاهم، ان هو على الاقل على الاقل يدلهم ويرشدهم للصح. اوكي، طبعا من غير زق ومن غير لازم تعمل ده، ومش ينفع تعيش من غير كده، لا مش هينفع. احنا بس ما علينا الا البلاغ، او لو احنا كمان نبقى الاكزامبل. يعني لو انت غيرتي في نفسك ايه، هو انت بتعملي ايه؟ السؤال ده كان بيسالهوني، هي مرات بتعمل ايه؟ فده كان ده كان احلى حاجه تحصل، ان اتنين من عيلتي يسالوا بعض هي مرات بتعمل ايه، فبيضطروا يسالوني انت بتعملي ايه، هو ايه اللي حصل فيكي، وشك اتفرد كده وحالتك اتغيرت. وقتها بقى ممكن اقول انا على فكره بعمل كذا، تحب تعرف عنه؟ ممكن ابعت لك فيديو، ممكن ابعت لك حاجه، ما كانش يعني عندي انا فيديوهات، كنت ببعت فيديوهات ناس تانية، بس ممكن ابعت لك فيديو على العلم ده، ممكن اوريك حاجه على فكره غير فيا كتير، ساعدني 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 ساعدني. بفتح باب كبير قوي من غير ما ازق، من غير ما اقول لهم انتوا لازم تروحوا وانتوا وحشين من غير ما تروحوش وحاجات كده. فيديو زي اللي انا عاملاه دلوقتي ده ممكن يخلي حد يتفتح ذهنه، ممكن واحد يحطها ببساطه على جروب تاني كده يعرفهم من غير ما يزق حد سبيسيفيك، اللي هو ده فيديو عاجبني يا جماعة ولو حابين تبصوا عليه مثلا، ممكن بقى ده يفتح باب يبقى عملنا خير. اوكي، لو ما فيش اي سؤال او كومنت دلوقتي انا خلاص هنقفل. انا حابة ان كمان اللايفز دي ما تبقاش طويلة بزيادة عشان تبقى ايزي ونيجي كلنا مع بعض ونمشي كلنا بسهولة برضو. فاشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، ولو لكم اسئلة اكتبوها هنا وانا احاول ارد عليها الاسبوع الجاي.